برج الميزان، هو برج هوائي اه لكنه مش مجنون، مزاجه بيتغير كتير لكنه بيعرف يرجع يسيطر عليه، دايما عقله بيتحكم في معظم قراراته، ما بيسيبش قلبه يمشيه، يعني ما تفتكرش انه عشان بيحبك هيسيبك مثلا تغلط في حقه ويعديلك، لا بيسامح اه لكنه ما بينساش، هتلاقيه عدلك مرة واتنين وتلاتة لكن هيجي عند نقطة كده تلاقيه قلب وما تبقاش عارف هو قلب ليه، يخرجك من حياته فورا من غير تردد، لو جيت تكلمه هيجيب لك كل تاريخك، هتلاقيه بيقول لك كل حاجة عملتها ضايقته باليوم وبالثانية، ده غير انه عنده قدرة رهيبة على الاقناع، يعني يقدر يقنعك بالحاجة وعكسها في نفس الوقت، عشان كده دايما صحابه بيتعاملوا معاه على انه حلال المشاكل، اي حد يقع في مشكلة اي حد يحتاج نصيحة بيجري فورا عليه يطلب منه نصيحة او يطلب منه حل لمشكلته. كرامة الميزان كمان وكبرياءه فوق اي حاجة في الدنيا، يعني بيحافظ على كرامته بشكل رهيب، لو روحه فيك، شوف لو روحه فيك وضايقته او عملت حاجة توجعه مش هيتردد ابدا انه يخرجك من حياته. الميزان كمان دايما بيفترض حسن النية، يعني مش هيحكم عليك باللي سمعه منك، لا هيحكم عليك باللي شافه منك، هيتعامل معاك وهيفضل طول الوقت مفترض حسن النية لحد ما يشوف انت كويس ولا وحش. الميزان كمان من الناس اللي بتكره الكآبة والنكد، يعني ما تحاولش تعيشه في دراما، ما تحاولش تعيشه في مشاكل وتفضل طول الوقت تتخانق معاه، ما تحاولش تقف عند كل حاجة، هو بيحب دايما الدنيا تبقى ماشية سلسة وبسيطة. الميزان كمان مستحيل تعرف تجبره على حاجة هو مش عايز يعملها، كل حاجة بيعملها بمزاجه وبدماغه، بس بيعملها لما يكون هو عايز يعملها، مش عشان هي مفروضة عليه، مش عشان هو مجبر عليها. أخيرا الميزان، الميزان كل الناس بتقول إنه متردد، المفاجأة بقى إن الميزان مش متردد، كل الحكاية إن هو بس بيحب يتأنى، بيحب ياخد وقته في التفكير قبل ما ياخد أي قرار، ما بيحبش ياخد خطوة ويرجع يندم عليها، بيحب لما يعمل حاجة يبقى متأكد 1000000% إنها صح وإنه قدام مش هيرجع يندم عليها. الميزان برج جميل، حبوا برج الميزان يا جماعة.